أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. نبدأ من المنيا اللي شهدت وضع حجر أساس 9 عمارات سكنية بديلة للعشوائيات. وفي الدقهلية تم فحص 38 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض. كمان في الشرقية تم تركيب بلاط انترلوك في شوارع مركز الحسينية. في الجيزة تم بدء تسليم العقارات السكنية المتضررة إثر حريق استوديو الأهرام. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة المنيا شهدت وضع حجر الأساس للبدء في إنشاء 9 عمارات سكنية بديلة للعشوائيات بمنطقة السلخانة بحي جنوب المنيا في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن لائق للمواطنين ضمن اهتمام الدولة بتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فحص 38,876 طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وبتتضمن خدمات المبادرة إجراء المسح الطبي لطلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول للصف السادس الابتدائي وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. أكد مركز مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أنه جاري البدء في تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية بتكلفة 8 مليون جنيه وبأطوال 21 ألف متر مسطح، وده ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة مركز مدينة الحسينية للعام المالي الحالي 2024-2025، وأيضاً ضمن خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول لبنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أكدت محافظة الجيزة بدء تسليم العقارات اللي تضررت نتيجة الحريق اللي نشب باستوديو الأهرام بحي العمرانية بعد انتهاء المحافظة من إجراء الترميمات الشاملة للعقارات وتنفيذ التدعيمات اللازمة للهيكل الخرساني وإعادة العقارات المتضررة لحالتها دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية. أعلنت محافظة الفيوم عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة على أن تستمر المرحلة الثانية لمدة 4 أسابيع، بيتم من خلالها بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة يوم الخميس من كل أسبوع وبيع اللحوم المستوردة يوم الثلاث من كل أسبوع، وده للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل. افتتحت محافظة الأقصر محطة رفع المدموت بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي الزينية اللي تجاوزت تكلفته 1 مليار جنيه، وتم التشغيل الفعلي جزئياً لمحطة رفع المدموت بحري بعد إنهاء كافة الأعمال الخاصة بها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لمشروع الصرف الصحي لمركز مدينة الزينية. أعلنت محافظة سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال المسح الميداني الثاني لفحص البلهارسيا والطفيليات المعوية، وتم فحص أكثر من 444 ألف مواطن من سكان الريف في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر من العام الجاري، مما يعكس نسبة تغطية بلغت 100.1%، وقد تم علاج جميع الحالات الإيجابية مع التأكيد على أهمية إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لضمان الصحة العامة. افتتحت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً لدعم 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بأبناء قرى أسريجة وكفر محمود وبهناي والقرنين وكفر القرنين بمركز الباجور، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصاً على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم. أعلنت محافظة الأليوبية إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجاري ضمن مبادرات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة للمواطنين تحت شعار 100 مليون صحة، وبتأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي. أعلنت مديرية الزراعة في الوادي الجديد الانتهاء من أعمال اللجنة رقم 83 والمكونة من 124 طلب لإقامة مشروعات متنوعة من الإنتاج الزراعي والحيواني والداكني، وتمت الموافقة على البناء على الأرض الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، وتم إرسال الموافقات للوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمسة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.